تابعنا مع حضراتكم أيها الحفل الكريم أول الأشواط، وكانت العزوم سالم بن علي بن عوي الشامسي، فله تحية على فوز العزوم وحصولها على المركز الأول. 6:24 توقيت الزمني، قاطعة 4 كيلومترات في هذا التوقيت وفي هذا الزمن. المهجنات تنطلق أيها الحفل الكريم، حامل شعارات أبناء القبائل في هذه الإثارة، وبهذا الأبداع المستمر تنطلق وتسير في هذا المسار وفي هذا الأبداع الرائع والجميل. ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف التحدي وشوف الإثارة، واخذ مقدمة الشوط والمركز الأول التي تستفتح الندى في هذه اللحظات، وبهذا الاندفاع مع المركز الأول. ما شاء الله السيل سهير بن ثعيلب بن صقر العامري يتقدم بدوره في هذه اللحظات ويقدم على المركز الاول الشاهينيه او مهمه، نعم مهمه مع المركز الاول. بينما المركز الثاني، عطنا المركز الثاني ايها الحمد الكريم في هذه اللحظات، وبهذا الاندفاع والتقدم والحضور في هذه الاثاره ايضا تاتي بهذه اللحظات وتنطلق الهبه، ومكتوم بسعيد بن منانه بن غدير الاكتبي ياتي كذلك بدوره في هذه اللحظات ويقدم بهج. المركز الثالث بلقى في هذه اللحظات شهب ومحمد بن خاتم بن محمد الشامتي، هو من يقدم شهب مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع في هذا اللحظات تقدم من خلال انضمام مثيرة سعيد بن شطيط ومحمد بن فارس الشامسي، هو من يقدم مثيرة مع المركز الرابع. الخامس وش اللامس هناك، شو تابع هذه المجموعة، العنود وعبد الله بن سهيل بن اسود العامري هو من يقدم العزوم مع المركز الخامس في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع بعد المركز الخامس. شوف 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 نوعيات في هذا الشوط، نوعيات في هذا الشوط، علما يبلغ نصاب الشوط في هذه اللحظات وبهذه الإثارة. ما شاء الله أشوف الأعداد أيضا مشاهد الكرام بدأت تزايد في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع. ما شاء الله وتبارك الرحمن، 24 مشاركة يبحث عن الفوز، عن النبوس، عن الانتصار، ولكن تدخلات مستمرة، حضور إثارة في هذا الصباح. شكرا إلى ديوان صاحب السمو رئيس الدولة على هذا الدعم السنوي لجميع الميادين، شكرا لاتحاد سباقات الهجن، شكرا أيضا لهذه اللجنة المنظمة، كل في مجال اختصاصه. غير بن خاتم على مقدمة الشوط، يقدم هذه النوعية، ومثل ما قدم أيضا دالوب في الأيام الماضية والسنين الماضية وفي الموسم الماضي، ما شاء الله يقدم في هذه اللحظات هذه النوعية. الله السبوق انواع، والمطلوب نوع، والركض يا صاحبي اصبح سريع، هات لي تظهرك ما بين اليموع يوم تتلاقى اهل السب الجميع. هذه هي تتقدم على مقدمه الشوط، شهب محمد بن خاتم بن محمد الشامسي صاحب الابيات يقدم ايضا شهب على مقدمه الشوط. الحالها انفرد كلي نوعيه مطلوبه. شوف المركز الثاني، شوف
أيضا الشعارات الأخرى التي بدأت بالزحف في هذه اللحظات، ولكن لا خوف، لا خوف على هذه النوعية. يا سلام، رقص إبداع، انطلاق في هذه اللحظات وبهذه التحديات. تقدم آخر راع الطيرة وصل في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع والإبداع. مشاهد الكرام، يأتي أيضا مع شظايف سعيد بن غصاب راع الطيرة العامري، هو من يقدم شظايف في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع والإبداع مع المركز الثاني. ولكن شهب على مقدمة الشوط، دخول آخر تقدم في هذه الإثارة وبهذا الإبداع المستمر ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف التقدم هناك مع المركز الثالث، ولكن خلوه مع شهب على مقدمة الشوط، شهب مع المركز الأول، ولكن أيضا شظايف سعيد بن غصاب بن مصبح راع الطيرة العامري، هو من يقدم شظايف في هذه اللحظات وبهذا الإبداع المستمر. الشوط الأول، المهجنات الأصايل، هذه هي شهب. الله، صعبة. أول اشتراك لها في حياته، أول مشاركة لها في حياته، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا النوع اشهد أنه نوع عندك أبو خاتم. سلامي وتحياتي على هذه الذلول، أول مشاركة وليس ذلول، صعبة في هذه اللحظات. تهانينا ونابوس المقعد الثاني عند راع الطير، مقعد ثالث الوصول إلى الحفل الكريم، وتقدم خلال أيضا فزة ومحماس بن عوض بن محماس الشامس، المركز الرابع تدخل في هذه اللحظات، وانضمام مع اللي هي الواري ومحمد بن مسلم بن سالم بن هي العامري. خامس، المركز الخامس أيها الحفل الكريم في هذه اللحظات، تدخلات وانضمام مع المركز الخامس اللي هي أيضا فال وهلال بن عمير بن مران المنصوري. هذه هي نتائجنا، اكتملت إلى مسامعكم وتوقيتنا أيضا يتلوها متحطما في هذه اللحظات مع هذه الصعبة أيضا من قدمها. مشاهد الكرام، محمد بن خاتم بن محمد الشامتي، 16 تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.